السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة اللي هي تاني موضوع عن مبادئ الرسومات التنفيذية اللي هي القطاعات الرأسية. ده تاني مطلوب، المفروض اللوحات بتاعت أي مشروع تكون ضمنها القطاعات. طب أنا ايه الهدف أصلا أو ايه العائد اللي هيجي عليا من رسم القطاعات؟ هتلاقي فيه ما يخص في كورس إنشاء أولى، هتلاقي في الفكرة المعمارية، كان خدت ده في التصميم المعماري، النظم الإنشائية احنا طبعا خدنا اللي هي الهيكلي والحوائط الحاملة، نوعية الأسقف احنا خدنا النظم الأسقف البحور الصغيرة، إظهار الخامات دي هتفتكروا بيها لوحة الرموز، الارتفاعات الداخلية والخارجية، أي توصيف لوحة عندنا كان بيشمل فيه البيانات ديت، وإظهار وسائل الانتقال الرأسية. احنا خدنا أصلا مجموعة محاضرات عن عناصر الاتصال الرأسي خاصة السلالم. بقية الموضوعات التانية اللي زي حساب الكميات وتقدير التكلفة دي إن شاء الله هتستفيد بيها في نفس الرسومات التنفيذية ديت في مادة التصميمات التنفيذية، يبقى ساعتها اسمها التصميمات التنفيذية مش الرسومات التنفيذية. عشان أجهز للرسمة دي هتلاقيني رسمة القطاعات، هتلاقيني براجع بقى اللي أخدناه قبل كده طوال الكورس، شكل القمر، الكاميرا الساقطة، المقلوبة، المدفونة، أبتدي أفتكر النظم الإنشائية ذات البحور الصغيرة، أفتكر إيه اللي كان موجود مثلا في شكل البلاطات ديت. لو أنا قطعت في فراغ زي الحمام، البلاطة إنها هتكون متسقطة لتحت شوية، العزل بتاعها إزاي، أفتكر برضو إزاي أحمي طبقة الرمل اللي موجودة ده في خارج الحمام، احميها من الرطوبه في حاله ان في مشكله حصلت في العزل، احميها بوحده الطوبه اللي تفصل بين الرمل اللي داخل الحمام عن الرمل اللي خارج عنه. ابتدي افتكر التفاصيل ديت، افتكر برضو المناسيب، شكل المناسيب والحالات بتاعه رسمه المناسيب اللي هي سواء شكل دايره، الدايره ديت لو هي على افتكرنا نفتكر في الطبقات بتاعه العزل، بتلاقي في العزل بتاع في الدور السطح بتلاقي التهشيل بتاع المنسوب على ظهر بلاطة السطح، ففين عشان خرسانة الميول، او لو هو على تشطيب بيكون الدايرة عليه. لما بهشر الدايرة برسمه في حالة ان انا برسمه كذا حالة ليهم، حالة فيهم بيكون على شكل دايرة وبهشر نص بتاع، بيكون التهشير رأسي من فضلك مش على 45 عشان ما يكونش تهشير عمود. لو التهشير دوت في نص الاسفل من الدايره ده معناه ان المنسوب ده موجب، احنا فوق سطح الارض. لو التهشير معمول بالعكس ان نص الدايره اللي فوق هو اللي متهشر، يبقى ده معناه ان ده منسوب تحت سطح الارض، وبنضيف عليه اللي هي الرمز الزائد او السالب اللي هو بيعبر عن المنسوب، والوحده بتاعت المنسوب نفسه تكون الابعاد بالمتر. الطريقه التانيه ان ممكن يترسم عليها سهم، هتلاقي في 4 رسومات في الطريقة التانية سهم فيهم، السهم مرسوم على الخرسانة على طول، يبقى أكيد ده ظهر بلاط السطح، أو منسوب مرسوم فوق خط التشطيب يبقى ده منسوب تشطيب وباين سمك بلاطة السطح، بلاطة الدور يعني، والمنسوبين اللي تحت أو الرسمتين اللي تحت نفس السهم، بس الطبقات اللي موجودة باين أو إن دي طبقات أرضية من شكل اللي هو طبقة الساندوتش اللي هي الخرسانة العادية والعزل والخرسانة العادية. الفرق بس بين الرسمتين ان المنسوب بتاع الناحية اليمين دي كده كأنه بدروم لأنه بالسالب، والناحية واللي جنب منه دي بالموجب، والأبعاد بوحدة المتر. في طرق تانية ممكن يترسم سهم زي الطريقة الثالثة، سهم وتعمل منه شرطة والكتابة بتكون فوق، بس نلاحظ نسبة السهم نفسها، ولا الشرطة دي تكون بعيدة اللي طالعة من السهم ولا تكون لازقة فيها خالص. وبرضو بس بيفضل ان بدل التهشير، بدل اللون الاسود اللي موجود ده يكون متهشر السهم، متهشر رأسي. نفتكر ايه كمان؟ برضو هنفتكر الطبقات لما نيجي نكتب البيانات دي، كذا حالة لكتابة بيانات او طبقات الدور، ده دور ارضية بس احنا بنحبذ يعني ان هي طبقات اللي هي يا اما اول واحدة يمين، يا اما نفس الصف اول صف اللي تحت خالص اللي هي خط، وبعمل منه خطوط افقيه كده واقوم كاتبه البيانات، والبيانات يا اما فوق بلاطه يا اما تحت البلاطه على حسب شكل القطاع نفسه اللي قدامي. لكن بقيه البيانات طريقه الكتابه اللي هي حكايه ان انا اشاور بنقطه وسهم لكل بند فيهم، دي هتعمل زحمه في الخطوط اكتر، والخط المايل برضو هياخد حيز في القطاع،
انا بص يعني بصراحة يا ريت نكون نرسم كلنا او نتفق كلنا على اننا هنرسم، يا اما اول واحدة يمين يا اما في نفس الصف بتاعها في الاخيرة خالص برضو يمين. شكل القطاع، لما نحب بقى نرسم القطاع ايه المراحل الرسم بتاعه؟ اول حاجة في القطاع ان انا القطاع دوت هيعدي في كل الادوار، ده مشروع، ده مثال لمشروع طالب يا شباب، هيعدي في كل الادوار. فاكرين في مراحل المسقط الافقي كان من ضمن الطلبات اللي موجودة اسم سهم القطاع واتجاه النظر، باين او ان في قطاع موجود مر بالسلم، يبقى خط القطاع ده هيعدي في كل الادوار، يعني عندنا دورين يبقى القطاع هيعدي في الدورين. واتجاه النظر ده الاتجاه اللي انا شوف اللي هو من سهم اللي انا هشوف هبص فيه على القطاع اللي انا اخدته، بص الاقي هو خط مستمر كده واتجاه النظر لاعلى. ايه اللي بيجرى؟ برضو هتبقى فيه زي قائمة مراجعة تشيك ليست انفذ بيها، ترتيب ما بنفذ بترتيب ما برسم. باخد الجزء اللي انا هاخده في البلان بتاعي ده خط القطاع اللي موجود اللي هو قطاع الف الف، اعدل المسقط الافقي عليه عشان ابتدي اسقطه. اول حاجة هسقطها هسقط هحط خط الارض، خط الارض فاكرين المراحل بتاعت رسم السلم برضو نفس الفكرة، خط الارض وبعد كده مناسيب الادوار وبعد كده اسقط المحاور. انا بما ان القطاع الف الف يبقى المحاور اللي هتمر بيه هو محور 1 2 3 4 5 اللي هو قطعهم بالظبط، انزل المحاور اللي باينه قدامي وبعد المحاور هبتدي اسقط سمك الحوائط. ما بسقطش اي حاجه خالص غير هي سمك الحوائط المقطوع فيها في الاول عشان زحمه الخطوط ما تبقاش فيه زحمه في الخطوط قدامي وانا برسم، وبعد كده هبتدي اسقط التفاصيل اللي هي مين واجهه كل فراغ. يعني بعد ما بسقط المحور من محور 3 مثلا ومحور 5 في اول دور انا سقطتهم فعرفت ده حدود الفراغ، بعد كده ابتدي اسقط مين، اسقط عرض الشباك اللي موجود في غرفة الدايننج، وبعد كده اسقط عرض الباب اللي هو طالع على التراس اللي موجود ناحية الشمال بين محور 4 وبين محور 5. بعد ما برسم حدود فراغ ابتدي ارسم التفاصيل اللي جوه، وبعد كده المفروض ان انا ارسم الفتحات، التفاصيل اللي موجودة، مناسيب القطاع، سمك البلاطات، ابتدي بقى التفشير، اماكن الرموز. ايه اماكن الرموز ديت؟ يعني لو في شباك لو في حوض ظهور فاكرين التفاصيل برضو، وبحط ابعاد بتاعت الطبقات، طبقات بتاعت كل دور، الدور الارضي الابعاد اللي الطبقات اللي موجودة فيه، طبقات اللي هي وزرة بلاط مون لزق رمل تسوية خرسانة عادية عازل خرسانة عادية دكة رد، لكن الطبقات اللي في الدوار العادية هتبقى وزرة بلاط مونة لزق رمل تسوية سمك البلاطة أيا كان البلاطة اللي انت هترسمها هتكون معاك. وبعد كده كتابة اسم القطاع، نكبر كده ونشوف كل واحدة بند فيهم عبارة عن ايه. ده كأن حتة من قطاع موجودة معايا مر في المدخل بين السلالم اللي موجودة. وللملاحظة برضو نراعي حاجة احنا ما قلناهاش في لوحة السلم، ان السلالم بتاعت المدخل او عدد السلالم لو زادت عدد الدرجات عن 6 درجات او زاد عرض السلم عن 3 متر السلم يكون خرسانة مسلحة، لو كان اقل من كده اقل من 3 متر او اقل من 6 درجات ممكن يكون السلم دوت معمول من الخرسانة العادية، اكتر من كده لو هو زاد عن كده يبقى معنى كده الخرسانة العادية ما تصلحش ولازم تكون في خرسانة مسلحة. هتلاقي ظاهر في القطاع دوت او جزء القطاع دوت ظاهر فيه كل التشيك ليست اللي موجودة يمين، المحاور مر محور بواحد ومحور 2، باين سمك البلاطة اللي موجودة، باين الطبقات، المناسيب اللي موجودة، مناسيب الخارجية، مناسيب كلها على خط واحد، وباين منسوب الصفر، بعد كده منسوب الدور الأرضي، نطلع فوق 64 ده منسوب تشطيب الدور الأول، وبعد كده اللي جرى 795 ده منسوب ظهر بلاطة السطح، احنا خلاص طلعنا فوق. وفي 11 19 تلاحظوا ده برضو ظهر بلاطة السطح، يبقى ده كده بتاع مين؟ بتاع السلم أكيد اللي موجود. ايه الأبعاد اللي موجودة برضه؟ فاكرين في المسقط الأفقي كان في أبعاد خارجية، الأبعاد ديت المرة دي هنشيل منها المحاور لأن مفيش محاور مر فيها، يبقى الأبعاد عبارة عن ايه؟ كانت الأول في المسقط الأفقي كان تفصيلي ومحاور وكتل وكلي،
المرة دي مفيش المحاور، فبقى تفصيلي وكتل وكلي. وبما ان المفروض لسه ناقص في الخط ده في خط كلي، ارتفاع المبنى كله على بعضه قد ايه؟ الكل الخط الكتل اللي موجود او الكتلة فيه اللي هي 9 24 اللي هي ارتفاع الدور ده، والاتنين 44 هي كتلة السلم اللي عالية قدام. الخطوط الابعاد اللي موجودة كلها في اتجاه يعني واحد، يعني انا لو تلاحظ انا على مع الدوران بتاعها ناحية اليمين، احنا نثبت يا شباب يا ناحية اليمين يا ناحية الشمال حسب ايدك عاملة ازاي، بس المهم انها تثبت، مش شوية يمين وشمال وشوية تانيين شمال. هتلاقي في المية باينة برضو، في كاميرا فوق تبقى في ميدة تحت. قطاع تاني هتلاقي ايه اللي ظاهر فيه برضو، المحاور اللي مقطوعة في القطاع، سمك البلاطات ظهر، الاسقاط بتاع الواجهات الداخلية، اسقاط الفتحات اللي موجودة معايا، سمك البلاطات، الأبعاد الداخلية برضو. في الأبعاد الداخلية زي ما كان في المسقط الأفقي خط تفصيلي وخط كلي، برضو نفس الفكرة، خط تفصيلي وخط كلي. يعني الفراغ اللي موجود بارتفاع الدورين في القطاع دوت، في ارتفاع الفتحة 2 متر 20، وبعد كده صورة لغاية الجلسة 2 متر 40، وبعد كده فتحة شباك 1 متر 20، وبعد كده بقية فراغ الدور اللي هو 85، ارتفاع الدور كله 6 65. في حاجة هنا متكررة، 6 65 متكرر مرتين، دي في حد ذاتها مشكلة، المفروض ما يكررش بيان. يبقى أنا أفهم من البيان لما بيتكرر إن في حاجة في البعد، في ميول موجود، بس في الحقيقة البلاطة دي مستوية. كل واجهة برضو بيكون ليها خطين، خط تفصيلي وخط كلي. باين في الرسمة اللي موجودة هنا دي قطاع، باين في القواعد، السفل، الرصيف، بنلاحظ ان في رصيف حوالين المبنى، لازم يكون في رصيف حوالين المبنى ما يقلش عنده عرضه عن 50 سنتي، هو المفروض بيحمي المبنى من الرطوبة لكن قابل انه يزيد طبعا. اخر الرصيف فيه البردورة. المفروض ان الشارع متعارف عليه ان الشارع منسوب بتاعه الرصيف منسوب صفر، ومتعارف على الشارع ان نص كيرف بتاع الشارع هو صفر، المفروض الشارع في الحقيقة بيكون مكرف وناحية البردورة في مكان الصرف بتاعه. الطبقات اللي باينة طبقات عزل في الدور الأرضي، باعتبار ان في ده خلاص الدور الأرضي موجود معايا، وفي عزل على العزل اللي موجود، العزل بتاع الحمام، واضح ان هو القطاع بتاع المر بالحمام، بس ما حبسش ان انا اقطع في الحمام. وباين فتحة الباب، البلاطة اللي هي من عارفين ان في فراغ الحمام بنسقط البلاطة 10 سنتي عشان الصرف. طريقة الكتابة بتاعت الأبعاد، بنطلع خط، طلع خط مرر في الطبقات وخط عمودي، خطوط عمودية عليه بتبين ترتيب الطبقات دي من أول الوزرة لغاية البياض بتاع الدور اللي تحت منها، واسم الفراغ بيتكتب فيها، دايرة المنسوب على التشطيب، ودايرة المنسوب موجود جنبها زائد أو ناقص. التهشير طبقا لنوع الخامة اللي قدامي، التهشير كان البلاطة اللي قدامي ديت بلاطة خرسانة مسلحة، أهشرها الخرسانة العادية واخدة الرمز بتاعها، القواعد معمولة خرسانة مسلحة وخرسانة عادية. بلاحظ ان العزل ماشي بارتفاع 15 سنتي اللي هو العزل اللي احنا اخدناه في محاضرة الترم الاول. التفاصيل اللي موجودة معانا، من ضمن التفاصيل ديت انت قابل ان يبقى فيه زي فتحات زي سكاي لايت، اضاءة علوية موجودة في الفيلا، انت لو حبيت تحطها ما هي الا رسمة شباك برضو، عاوز ايا كان الشكل هتعمله ما هي الا قطعات الومنيوم، تصميم اللي عاوز تعمله حطه، البلان والواجهة بتاعتك. مش مطالب بالتفاصيل دلوقتي، بس مطالب انت تقترح فين مكانها والابعاد بتاعتك. ده مثال تاني لشكل الفتحات، دي لوحة التفاصيل انت بترسمه في القطاع اللي هو الرسمة اللي موجودة تحت ديت، كأنك قاطع فتحة الشباك، ودي واجهة الإزاز اللي موجود بتاعك، يعني ده شباك علوية. ده نموذج ومثال طالب لشكل وحدة إضاءة علوية، استغل الفراغ اللي فوق المدخل دوت بس عامله مايل وفي اتجاه واحد، شبه الرسمة اللي هي الصورة اللي موجودة فوق. وإيه اللي حصل؟ بقى فيه زي دروة كده تشيل السكاي لايت دوت، وبقى كان في فتحة أو كان زي إطار كده ومتركب عليه شكل السكاي لايت.
دي تفصيلة انت مش مطالب بيها دلوقتي، بس انت عشان تبقى عارف ده التكبير بتاع قطعات الالومنيوم اللي متجمعة مع بعض. دي اكتر من زاوية ليها. النظام التفصيلة رقم 4 اللي تحت الشمال دي تثبيت شكل السكاي لايت او الاضاءة السماوية، دي تثبيته في الكاميرا او الدروة اللي موجودة في المبنى. بقية التفاصيل اللي موجودة دي شكل السكاي لايت وهو مضلع، فاكرين الشكل اللي هو المثمن اللي كان عدى من شوية دوت، دي العلاقات اللي بينهم ببعض. كله بيبقى قطعات ألمونيوم وبتميلي بينهم فوم. تفصيلة رقم 4 باين إن في بليت حديد متثبت في كاميرا الخرسانة اللي هو دوت مثبت، يعني هي دي الوحدة اللي ثبتت بيها كل السكاي لايت أصلا. طبعا أنت بترسمه في صورة خطوط بس، لأن سكيل 1:50 وعلى سكيل لوحة طالب دلوقتي، لا أنت لسه ما درستش الفتحات دي، لسه ما درستش تفاصيل الفتحات، بس على الأقل درست في التصميم المعماري ان انت عاوز تعمل اضاءة سامية في المكان ده. من ضمن التفاصيل برضو اللي موجودة معانا هتلاقي السكتش اللي انت واخده في المشروع بتاعك ان في جزء من حمام سباحة، ففرصة نتعرف على ايه انواع حمامات السباحة. قال لي حمامات السباحة ديت من حيث طريقة الصرف بتاعها في 3 انواع، في نوع اسمه سكيمر ودوت كان شائع زمان اللي هو المنسوب المية فيه، هو الفكرة من طريقة الصرف ايه اصلا، يعني المفروض اي حد يستخدم حمام السباحة ده هياخد حيز في، يعني ياخد حجم، الحجم ده قدامه يبقى فيه نسبة من المية هتخرج بره، هتخرج تصرف فين، فلازم يكون في مكان تاخد منه الصرف، يعني تسحب المية الزيادة من مطرح نزول الناس في حمام السباحة. فال3 طرق دول طريقة الصرف المية الزيادة اللي موجودة معاك. اول واحد اللي هو السكيمر دوت يبقى المنسوب بتاع المية اقل من منسوب سطح الحمام، وده كان نظام قديم شوية والقطاع بتاعه هو اللي موجود باين مكشوف كده ان منسوب المية اقل من سطح الحمام نفسه، بس ده كان عامل مشكلة زمان يعني، او ما ينفعش في الحمام في الحمامات اللي هي بتاعت المسابقات، لسبب ان المية دي لما كانت بترد في جنب الصرف كانت بترجع تاني بتعوق السباحين اللي بيبقوا جنب حمام السباحة، فكان ساعتها عملوا ان مد المية او سحبها بيكون من تحت. فده اول نوع اللي هو السكيمر دوت. النوع التاني اللي هو الهوريزون دوت بيكون لما يبقى فيه المنطقة فيها منسوب او كونتور فيه اختلاف في الارتفاعات جامد، فقابل ان جنب فيهم يكون المية الزيادة بتصرف على زي نافورة تحت او مساحة تحت موجودة معايا في متغير المنسوب فيها، فبيبان ان حمام السباحة على المية على وش حمام السباحة، اي مية زيادة هتنزل على النافورة اللي ناحية اليمين ديت او مكان حوض اللي هيستقبل المية الزيادة دي. النوع الثالث اللي هو الاوفر فلو دوت بيبقى منسوب المية مساوي لحمام السباحة، ما بيبقاش اقل منه. بيبقى شكله ازاي؟ بيبقى ساعتها في زي صفايات مية، هي دي اللي رسمة السكتش اللي موجود شمال دوت، بتبقى في زي صفايات مية من ضمن الجسم بتاع حمام السباحة. بيبقى العرض بتاعها صفايات المية دي بتبقى بعرض 20 سنتي تقريبا. جسم حمام السباحة بيكون خرسانة وطبعا بيبقى مفصول عن بقية الأرضية، لأن حمام السباحة دوت كأن نظام انشائي فيه ميه اسمه ده وزن ميه ده تقيل، فلازم يكون فيه هنا فاصل، فهتلاقي فيه بين الجسم بتاع حمام السباحه وبين الارضيه فيه زي ووتر ستوب عشان يبقى كانه فاصل انشائي، وبرده حمام السباحه ده كانه منشا محتاج برده عزل، فهتلاقي جسم حمام السباحه معزول من التربه من بره. شكل الاوفر فلو فيه نسبه ميول خفيفه حوالي، طبعا السكتش هو الزياده شويه في الرسم، هو حوالي 5 سنتي او اقل. الميول دوت اي ميه زياده بتيجي بتعدي على الصفايه ديت، وبالتالي ايه اللي يجرى، مش هتبل اكتر من كده، مش هتبل مساحه اكتر من كده، وضمنت ان مسطح الميه كله في نفس المنسوب بتاع الارضيه. حمام السباحه لما يجي تقطع فيه هتلاقي فيه عندك منسوبين، منسوب للاطفال ومنسوب تاني اعمق، فتلاقي ده الصوت بتاعه 50 سنتي والصوت التاني 150، والطبقات بتاعته مذكورة هنا قدام. انت في القطاع بتاعك هتقطع في جزء من حمام السباحة تقريبا في التفصيلة اللي هي مرسومة دي، عشان نبين ازاي نقرأ تفصيلة برضو من ضمن تفاصيل حمام السباحة او التفاصيل اللي تتقل في القطاع. دي شكل
حمام سباحة أكبر، وباين فيه ده اللي كان ده باين فيه إن في فرق في المناسيب الموجودة، باين العزل بتاع الحمام، باين النقط اللي هي ماشية كلها على خط أفقي كده جنب السلالم، دي النقط بتاعة التغذية، تغذية المية، إمداد الحمام السباحة ده بالمية. طبعا في أعمق حتة ده مكان الصرف بتاع المية، هتلاحظوا ناحية اليمين الموجود اللي هو الأوفر فلو بتاع، بيشيل المية الزيادة، نظام الأوفر فلو بيشيل المية الزيادة. طبعا الحمام ده كبير جدا، بس عشان تبقى أنت عارف إن في تفاصيل إزاي أنتقي تفاصيل لمشروعي أو أرسم عينة من التفاصيل دي. شكل القطاعات في الآخر، أو ده مثال للوحة قطاع، دول 2 قطاع، واحد فيهم مر بالسلم، مر بالسلم زي القطاع اللي فوق، والتاني باين واجهة السلم. فالمفروض الصح بتاع القطعين يكونوا جنب بعض على خط واحد، وباين قوي لما اجي اقول النظام الانشائي اللي موجود، النظام الانشائي اللي موجود بتاع البلاطات ده هولو بلوك، ونظام هيكلي. المحاور اللي موجودة، قطاع اللي هو مقطوع في السلم، المحاور مقرية فيها 1 2 3 4 ارقام. القطاع التاني اللي هو مر بالمدخل، المحاور اللي مر بيها طه ح زين حروف، يبقى ما ينفعش قطاع واحد تلاقيه مر بيه الاثنين، اكيد يبقى في حاجه فيها، في حاجه في القطاع كده، يا اما القطاع ده مقطوع مفصول قطاعين جنب بعض. اللي موجود على الجنب ده في الخرطوشه بتاعه اللوحه قال لي في جدول تشطيب وجهي، برضه بيبقى له جدول نظام الواجهه او القطاع، المساحه اللي بين واجهه من القطاع دوت ايه التشطيب بتاعها، يا اما بكتب رقم على الواجهه، يا اما بعمل سهم مشاور واقوم قايل ده بياض تخشين، ده كسوة بلاطات، ده كسوة حجر أو كسوة طوب سورناكة، يا إما بشاور يا إما بكتب رقم نموذج 1 2 3 4 وبحط معين وأكتب فيه 1 2 3 4. أنا لو حطيت معين عليه رقم 4 أبص كده ألاقي كسوة كسوة بلاطات رخام مثلا، أبص على معين مكتوب عليه رقم 3، أبص على رقم 3 في الجدول، لا رقم 3 كسوة طوب سورناكة. تمام، ده مثال لشكل القطاع. احنا ليه شرحنا القطاع في الاول وما شرحناش الواجهات؟ لان القطاع بيبقى فيه ابعاد داخليه مش واضحه، فالاحسن ان انا اخد الارتفاعات الصح من القطاع ومنها بعد كده ابتدي ارسم الواجهه. لو تلاحظوا ان المساقط اللي موجوده معايا ده الناحيه من ناحيه الشمال، ادي القطاع الف الف، دي جزء من المسقط هو اللي مرسوم، الواجهه الرئيسيه هي اللي في النص، الواجهة الجانبية هي اللي ناحية اليمين. لو تلاحظ لما أحب أرسم يا ليت يكون كلهم على خط واحد، وآخد الارتفاعات كلها من القطاع، آخد الارتفاعات كلها من القطاع. ده مثال لمشروع طالب لشكل القطاع مر بالسلم ومحقق اللي هو التشيك ليست ديت. التشيك ليست دي قابل انها تزيد وتقل حسب حجم المشروع، قابل ان المشروع نفسه يكون فيه عناصر تانية كتيرة زي مثلا الاسقف، المعلقة، الفرش الثابت، يعني في تفاصيل كتيرة ممكن تزيد او تقل حسب المشروع نفسه، بس دي اساسيات عشان يبقى قابل المشروع ان يتنفذ. الابعاد، الابعاد اللي موجودة يمين وشمال المبنى زي بعض، المحاور، خطوط المحاور برضو نفس السمكات، سمكات الخطوط والتقل بتاعها هي اللي كانت موجودة في المسقط بالظبط، لأن الاتنين بنفس المقياس. وكتابة اسم القطاع إن ده قطاع ألف ألف وموجود في الخرطوشة مقياس الرسمة بتاع اللوحة. والأبعاد، الأبعاد الداخلية اللي موجودة تفصيلي وكلي، القطاع بتاع السلم حتى التفشير بتاعه، البلاطة، فهمنا من الكاميرات ديت إن السيستم اللي موجود معانا نظام الكاميرا والعمود، طبقات السطح وطبقات التشطيب بتاع الدور العالي وطبقات تشطيب الأرضية، خط وكتابة الأبعاد عليهم. كل القطاع كامل بمراحل التشيك ليست المكتوبة قدامنا وممكن تزيد زي ما قلنا. القطاع اللي هيكون مر عندنا في المشروع بتاعنا هيكون مر في المدخل، اتجاه النظر زي ما عجبك، يعني عاوز تخليه ناحية السلم أو عاوز تخليه ناحية غرفة الاستقبال براحتك. مقياس رسم 1 لـ50. بنراجع تاني، دي المثال بتاع التشيك ليست بتاعت من كتاب دكتور مجدي تمام، هتلاقي
في بنود اللي هي موجودة في القطاع متوافقة برضو مع اللي موجودة في المسقط. يعني أنا في المسقط المحاور هتلاقيني برضو رسمت المحاور الحوائط بنفس الفكر. السلالم في السلالم كان بيبقى فارق معايا في المسقط الدرج والدرازين والترقيم، لا في القطاع هيبان معايا الاسقاط بتاعه، التهشير، الأنفة، التلبيسة بتاعت السلم. يعني بقية بيانات الرسمة هتكمل معايا بالقطاع. ده بنفتكر المثال طريقة عرض المشروع بتاعنا. المرة اللي فاتت المفروض تسلم المساقط، المرة دي هيتسلم القطاع بتاع المشروع. ممكن يكون قطاع أو قطعين، قطاع أساسي اللي هو مار في المدخل. مثال تاني، في قطاعين مطلوبين بس استاذنكم الموقع العام يكون موجود فوق. يعني احنا لو رفعنا الموقع العام فوق والواجهات والقطاعات هما اللي نزلوا بقوا تحت اللوحة دي، يبقى كده هنساوي هي اللوحة ناحية اليمين. ده التكبير بتاع القطاعات، طريقة الكتابة بتاعتها، هو ده نفس المشروع تقريبا. قراية اللوحة زي مثال، يعني العرض في اللوحة. المراجع اللي احنا استعنا بيها في عرض المحاضرة، أشكركم.